حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله ان كان له مال يبلغ ثمنه فان لم يكن له مال يقوم عليه قيمه عدل فاعتق منه ما اعتق حدثنا مسدد حدثنا بشر عن عبيد الله اختصره